ثلاثة أنا مش فايقاله. لا يا حلوة، أنا ما بحبش حد ينام جنبي. يا سلام، نسيتي أما كنا بننام متلزقين على كنبة واحدة؟ كان زمان يا أختي، لكن أنا دلوقتي خلاص اتغيرت طبعًا. الله، أنا بقيت أخاف من الهرش واللمس. بقول لك إيه يا جمالة، سيبيني في حالي، أنا عفاريت الدنيا كلها هتتنطط قدامي. اخذي الشيطان يا توحة وروحي لصالح جوزك. ما هو برضه ما يشكش فيا. يا بنتي مش جوزك ومن حقه يغير عليكي؟ في فرق ما بين الشك وما بين الغيرة. هو أنت كنت دخلتي جوه قلبه وشفتي كان بيغير ولا بيشك؟ بان على وشه. استهدي بالله يا توحة وما تميليش بختك بايديكي. قومي يا حبيبتي صالح جوزك. مش طالعة. شكك فيا بيجرحني قوي يا فاطين. ده مش شك يا تحية. طب عشان خاطري ممكن بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انا عايزك تراعي مشاعري شوية، ممكن؟ حاضر يا حبيبي. صدقني اوعدك اني مش هعمل اي حاجة تضايقك، وانت كمان لازم تراعي مشاعري. تحية، انا بحبك قوي. طب ولما انت بتحبني هنفضل قاعدين كده؟ ايه، مش كابس عليك النوم خالص؟ مالك يا انور افندي؟ قلتلي انك عايزني ومن ساعتها وانت ساكت. والله يا ست مريم مش عارف اقول لك ايه. انا فكرت اكتر من مره، بس انا واكل معاك عيش وملح، ما ينفعش اغش. في ايه؟ قلقتني. الحين في حد بيستغفلك، مخبي في المخزن سلاح وقنابل. لا يا سيدي، انا ما حدش بيستغفلني، كل حاجه بتحصل هنا بتتم بعلمي. يعني انت عارفه ان المخزن فيه سلاح وقنابل؟ ايوه يا حضره الضابط، احنا برضك بنحب البلد دي بس على قدنا. والله كلامك يشرح القلب. احنا بنحاول نعمل للبلد دي حاجه. انتم مين؟ انا وسمعين ومحمود وعمك عامر. والله عفارم عليكم. يا وحشه. انا فعلا وحشه جنبك قوي يا كاميليا يا قمر. بتحشي عنك العين ده، انت حتى زي القمر. انت فين يا بت؟ موجوده اهو. بتظهري وتختفي وما بتساليش عليا خالص. هو انت بقيتي فاضيه لنا؟ ده انت بقيتي نجمه كبيره خلاص. هو انا برضو مهما ابقى نجمه هبقى نجمه عليكي، ده انا بحبك يا بت. وانا بموت فيك يا توحه. انا صحيح، هو انت سكنتي في الزمالك؟ اه، ومستنياكي بقى عشان تيجي تزوريني. حاضر هجيلك، ده انا حتى نفسي اتكلم معاكي في حاجات كتيره قوي وفضفض لك على اللي جوايا. يا حبيبتي، وانا كمان نفسي اسمعك بصراحه، وحشني رغي امك. يا روحي يا روحي يا حبيبتي. دول ولاد كلب، في وجودهم عمر بلدنا ما هيقوم لها قوم، ولا في وجود الملك ذات نفسه. قصدك ايه يا انور؟ قصدي ان لازم نحكم بلدنا بنفسنا. كفايه 7000 سنه بيحكمنا غريب. ده انت ولا الفدائيين يا استاذ انور؟ لازم ولاد مصر كلهم يكونوا فدائيين يا محمود. الله ينور عليك يا ابني. بس انا اول مره اسمعك تتكلم في السياسه يا انور. زهقت يا اسماعيل، قلت افضفض شويه. لوست انور فدائي زينا بس ما كناش نعرف. يبقى من النهارده ايده في ايدينا. من امبارح وحياتك، السلاح اللي انتم مخزنينه في الصندوق مخزنينه غلط. تخزين السلاح له اصول، والا يفرقع فينا احنا ما يفرقعش بالانجليز. طب وانت عرفت منين اصول تخزين السلاح؟ يا عم عمرو، كنت شغال في كامب انجليزي، تعلمت منهم حاجات كتير ولاد الجنيه. ادوني خبرة ولا أجدعها ظابط. سلم ظابط كده عدة واحدة. والظباط أحسن مننا في إيه؟ ما كلنا ولاد تسع ولا إيه يا رجالة؟ خسارة كبيرة أوي خالص يا رحاني. الست دي إدت كتير للفن في مصر. فعلا الست بديعة مصابني، هتفضل علامة كبيرة أوي في تاريخنا كفنانين.
ربنا يوفقها في حياتها الجديدة في لبنان. كنت عارفة إنها هتسافر، هي قالت لي كده، قلبي كان حاسس. ياه الست دي أنا بحبها قوي. مدام بديع دي كانت تتحب قوي. عندك حق، بس كانت قالت هتوحشني، كانت خدتني في حضنها. أنا فيا حاجة من الست دي، لا فيا حاجات كتير. أنا ما انكرش إنها أثرت فيا قوي. أنا كمان كان فيا حاجة من الست بديعة. أنا وهي كانت مأساة كل واحدة فينا أمها. أمي ظلمتني كتير قوي يا طه. كفاية إنها ولدتني من أب معرفوش، كان عشيق أمي. فلس وهرب وسافر وساب مصر خالص، ولما ولدتني سميتني على اسم زبون كان عندها في البنسيون. انكتب عليا اتسمى باسم واحد غير ابويا. يا حبيبتي كاميليا، عارفه يا توحه، كان نفسي كل ام زي امك، او حتى زي اي ام بتخاف على اولادها وتحبهم. كان نفسي كل اب اتشرف بيه قدام كل الناس واقول للناس ده ابويا. بس الدنيا استكترت عليا حاجات كتيره قوي. معلش معلش يا حبيبتي ما تحزنيش، والدنيا زي ما خدت منك هتديكي برضو كتير. تفجير المعسكر الانجليزي محتاج لسلاح زياده غير السلاح اللي موجود. اطمن يا انور، السلاح الجديد جاي بكره. يبقى نستنى لما السلاح ياجي وساعتها اعرفكم هنعمل ايه وخطه تنفيذ تفجير المعسكر ازاي. وانت هتعرف تحط خطه التفجير دي يا انور؟ هعرف يا محمود، ما تخافش، مش هوديكوا في داهي. احنا بدانا نسخ في دماغك يا انور. سقطنا في الله وحده، هو اللي قادر انه ينصرنا ويثبت خطانا، وساعه ما السلاح هيوصل ننفذ العمليه على طول. ما تقلقوش، انا في التخطيط اسطى. قلتوا ايه؟ موافقين. يبقى على بركه الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بست توحه. هانم، ايه ده؟ فاطمه ما جاش معاكي ليه؟ لقيت نفسي مخنوقه، قلت اجي افضفض معاك شويه. يا سلام، تفضفضي قوي قوي قوي. بس قولي لي تشربي ايه الاول؟ مش عايزه. لا لا لا، ما يصحش. مش عايزه مش عايزه. الله 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 الله، في ايه يا تحيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهدي بس شويه، اهدي بال. قولي لي ايه اللي حاطك في الحاله البطاله اللي انت فيها دي؟ كاميليا خدتك ورحتوا فين يا تحيه؟ فين ده ايه؟ بقول لك كاميليا خدتك ورحتوا فين؟ ابدا ما خدتنيش في اي حاجه، انا وصلتها وبس. كل ده بتوصليها؟ لا، لقيت نفسي مخنوقه شويه، عديت على سليمان بيه. فيها حاجه دي؟ عديت عليه فين؟ عنده في البيت. قاعده مع راجل غريب في بيته في وقت متاخر زي ده يا هانم؟ ليه؟ متجوزه طرطور؟ ايه الاسلوب الرخيص اللي انت بتتكلم بيه ده؟ انت اللي تصرفاتك رخيصه. ايدك انا ما اسمحلكش. وكمان ليك عين تكلمي. انا ما عملتش حاجه غلط. وجودك مع راجل غريب في بيته لحد دلوقتي يبقى صح. سليمان بيه مش غريب، ده راجل صاحب فضل عليا، وبعدين ده زي ابويا. بس مش ابوكي. اقفي وانت بتكلميني. انا ما اقدرش على رجولتي ان مراتي تبقى كده. اوعى ايدك دي، يكون في علمك بقى انا اشرف ست هتشوفها في حياتك وفي عمرك كله. وطالما رجولتك بتنقح عليك قوي كده يا حبيبي، يبقى ما ننفعش لبعض وطلعني. طب انت طالع. ايه مالك؟ ما تعيطي ليه انت كمان؟ يعني انت مش قاصدة عيطة على بختك شوية يا طوحة؟ ما هو الراجل اللي يشك في مراته وهي بتصونه ما يبقاش راجل. سارة تنزل عليه دمها واحدة. أنا ما بعيطش عليه يا أختي، أنا بعيط عليك أنت يا طوحة. بتفكري في ايه؟
أم عامر؟ ياه، أنت ما كنتيش هنا خالص. يا ترى إيه اللي واخدك مننا؟ ولا حاجة، حال الدنيا. وأنت عامل إيه من غير أمر السادات؟ أظن ما أطهر بيك. كان دمه خفيف وابن نكتة. والله ليه وحشة. السنتين اللي قعدوا معانا إحنا ما حسيناش بيهم. ربنا يكرمه بقى في شغله الجديد. والقعدة في وسط أهله أحسن برضه. ربنا يسترها معاه ومعانا. يا رب، هو اللي زيه. يا رب. غريبة يا زكي، الراجل اللي هناك ده من ساعة ما قعدنا ومش عايز يشيل عينيه من عليا. يا سيدي سيبك هنا. على رأيك، أنت مش ناوي تعزمني على العشاء ولا إيه؟ يلا بينا. يلا. بعد إذنك لو سمحت. يلزم خدمة؟ إيه رأيك تشتغل في السينما؟ سينما؟ أشتغل إيه في السينما؟ ممثل. أنا شايف إنها فرصة يا رودي. فرصة إيه؟ إن أمثل؟ مش ممكن طبعًا. أنت خايف الأباظية يرفضوا؟ حتى لو وافقوا أمثل إزاي؟ أنا معرفش. المخرج كمال بركات قال إنه هيعلمك. يعلمني إيه يا زكي؟ هي لعبة؟ لا طبعًا مش لعبة. ده فن ومسؤولية كبيرة ومشوار طويل. بس أنا حاسس إن أنت هتنجح وهتبقى ممثل كبير. قصدك كبير في السن؟ أنا مش فاهم أنت بتحبط نفسك ليه؟ كمال بركات قال ان انت وسيم ووشك فوتوجينيك وتنفع للسينما، انت بقى بتقول لا ليه؟ معرفش يا زكي، معرفش. هو انت رافض التمثيل؟ اطلاقا يا زكي، ده انا بحب التمثيل. بس انا خايف من الفشل. ما بحبش افشل يا زكي. خلاص حاول يمكن تنجح. لا 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 يا تحيه، ده كتير قوي خالص، مش معقول. كام فيلم في كام شهر؟ مش كده يا بنتي صحتك. ما تخافش عليا يا بيه، ده نتوح. ايوه ما قلناش حاجه، بس انا كنت شايف يعني انه كفايه عليكي قوي فيلم يحيى الفن. امال هتقول ايه بقى لما تعرف ان لسه عندي 3 افلام تانيين ومش عارفه اعمل فيهم ايه؟ كويس، ده مسموش شغل، ده اسمه انتحار. احنا كلامنا لسه ما خلصش، هروح اخلص المشهد ده بسرعه وارجع لك. اوعاك تمشي. قصدي استاذ احمد سالم، والله ما كان قصدي. ما حصلش حاجه، حصل خير يا تروح. خير يا دكتور. الملك مهتم قوي بتدعيم الحرس الحديدي، لازم نزيد في القوه وفي العدد. وهو الملك قلقان من حاجه؟ في كلام عن بعض التنظيمات السريه الموجهه ضد جلاله الملك، بس الاخطر والاهم من كده ان في شكوك ان في حاجة مش طبيعية بتحصل في الجيش. زي ايه يا دكتور يوسف؟ هو ايه اللي زيها يا مصطفى؟ ما دام الملك عايز يعرفه واحنا كمان لازم نعرفه. بس بقول لك ايه يا بيه؟ هو احمد سالم شخصيته قوية فعلا زي ما بيقولوا عليه؟ مش كده وبس، احمد سالم فنان بارع، فنان شيك، ابن ناس. بس بيقولوا عليه انه عصبي قوي زياده عن اللزوم. شوفي هو في الحق يمكن يكون حنبلي شويتين، لكن لو تدخلي جواه هتلاقي طيبه الدنيا من اولها لاخرها. خدي عادي. من يد من اقدمها يا مدام. خدي يا ابو عصام. الف شكر يا مدام تحيه. الحمد لله بالسلامة يا ست الكل. أنت فين يا راجل يا عجوز يا طيب؟ أني رهن الإشارة. طب امسك. ربنا يخليكي ولا يحرمناش منك أبداً يا رب. طمني، أخبار الغالية مراتك إيه؟ هي بقى زيجين الحمد لله وبتدعي لك والله. طب الحمد لله، ربنا ما يحرمكوش من بعض يا رب. تعيشي. إيه ده بقى؟ أنت الأجر اللي بتاخديه بتوزعيه على عمال ولا إيه؟ مش جايز، ربنا بيرزقنا برزقهم يا أحمد دي. ممكن اعزمك على العشاء؟ اقول لك غرامه بغرامه، اعزمك انا بقى. والله زي ما بقول. لا 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 لا، انا عارف في ايام سوده كده عارفها. يا ساتر. اقول لك حاجه وما تزعلش، ما كانش فكري ابدا ان دمك خفيف قوي كده.
أمال اللي كنت فاكراني إزاي يعني؟ جد حبة وقور حبة. وكشري حبتي. عندنا في الريف في مثل بيقول اللي ما يعرفك يجهلك. أستاذ أحمد قولي هو حضرتك من الريف منين؟ طيب الأول كده بلاش حكاية أستاذ أحمد دي، ولا احنا مش هنبقى أصدقاء تروح؟ يا سلام، ده يشرفني يا أستاذ. تاني يا أستاذ. يلا بقينا العصر عندنا شغل. سيبينا نام كمان شويه والنبي يرجوك. الله، هسيبك تنامي واحنا عندنا شغل. يعني هو الشغل هيطير؟ مش هيطير، بس يا اختي اللي اعرفه عنك ان انت ملتزمه وبتحبي تروحي في مواعيدك. عارفه شفتي مين النهارده في الحلم؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير. مين يا توحه؟ الاستاذ احمد سالم. اهو يبقى استعوائك بقى وبيقولك يلا يا توح. لا يا هبلة، ده كان قاعد معايا واحنا الاتنين كنا لوحدنا، عينيه في عينيا وايديه في ايديا، ما نطقش ولا كلمة، بس عينيه كان فيها كلام كتير. كلام كتير يعني ايه؟ ما انتش عارفة بقى يا جوجو. لا يا اختي مش عارفة. هو انا يا ضحية كنت معاكي في الحلم؟ ده انا حتى ما كنتش نايمة جنبك. احكي لي والنبي، والنبي احكي لي. عصر. طب بس بقى ما تفوقنيش من اللي انا فيه، ما تفوقنيش من الحلم. ما انت صحيتي خلاص يا ضحية. المهم بس يا اختي تصحصحي نفسك كده وتفوقي لحسن، احنا مش حمل صدمة كل شوية. انا مش قصدي كده، انا قصدي ان راجل مش عادي، برنس، راجل قوي وحنين قوي. ولحقنا يا اختي نعرف الحاجات دي كلها امتى؟ من اول قعده. استرها معانا يا رب، والنبي يا رب احنا مش ناقصين. برأي ايه يا هبله انتي؟ وانا قلت لك رايحه اتجوزه. ما هي اختي بتبدا كده في الاول. تقصدي ايه يا مقصفه الرقبه انت؟ راجل قوي وحنين قوي، وبعدين مأذوب مرتين، جواز وطلاق. يا سلام، طب لمي لسانك بقى وتلمي احسن لك. وبعدين ده انا قلت لك ده حال، هو حقيقه ده الراجل على ذمته واحده وما اعتقدش ان في باله اصلا. تعال. ايوه استاذ احمد. تحيه وصلت ولا لسه؟ لا لسه ما وصلتش. طيب اول ما توصل بلغني على طول. حاضر يا استاذ. طبعا انتوا عارفين الكابتن حسين عاكف، الطيار الخاص لجلاله الملك. اكيد عارفينه طبعا، وكلكم عارفين بعض كويس. المهم احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه حكايه التنظيمات السريه اللي ملت البلد، وكمان عايزين نعرف التحركات الغريبه لبعض ضباط الجيش دي، لابد من رصدها. احنا فعلا بنحاول نرصد ده من فتره. مفيش حاجه اسمها بنحاول يا دكتور، في انكم لازم توصلوا له. انا هنسق مع مجموعه الحرس الحديدي للأسر، ان شاء الله هنوصل له. بس الحكايه يا باشا يعني محتاجه شويه وقت. مفيش وقت، جلاله الملك مستاء جدا من الاخبار اللي بيسمعها، في منشورات سريه بتتوزع دلوقتي ضد جلاله الملك، ولازم المهزله دي تتوقف فورا، والا احنا مش عارفين جلاله الملك ممكن تصرفه يبقى ايه. حاضر حسنين باشا. حاضر. مش هوصيك يا كابتن. متقلقش يا باشا، ان شاء الله كل شيء يبقى تحت السيطره. لما نشوف. واضح ان حسنين باشا معتقد ان احنا مقصرين. الحقيقه انا اعذره، انا شايف ان توتره نابع من توتر جلاله الملك،
وأنا بحكم قربي من جلالة الملك لمست توتره من اللي هو بيسمعه. جلالة الملك يخشى حدوث أي شيء داخل صفوفه في الجيش. أنا ضابط في الجيش وأستبعد إن يكون في أي حركات تمرد داخل الجيش. معلش نتأكد أكتر، إحنا عايزين جلالة الملك يطمن على الآخر. بقى معقول عايزني عشان تطمن على شغلي وبس؟ لا، عايز اطمن عليك انت كمان يا توح. طب يا سيدي انا الحمد لله كويسه. الحمد لله. تحيه، انت في حد في حياتك حاليا؟ طبعا في. مين يا تحيه؟ امي واهلي والمزغوده جمالات. انت حياتك مليانه قوي. شفت بقى تحية، أنا معجب بيك جدا. وأنا معجبة بيك، أنت فنان كبير قد الدنيا. أيوة بس أنا مش معجب بيكي كفنانة بس، مش عارف، أنا خايف أتكلم صوتي. مش فاهم. تالي أنت فاهمة اللي جواكي. أنت لو مش متجوز والنعمة كنت اتجوزتك. بقول لك إيه؟ انا ما بحبش المعاكسه، انما بقى لو بترسم عليا وغرضك خير ارسم للصبح. ماشي يا جميل. جمالات، اسمي جمالات، ارسم عليا بشويش لحسن انا بنت بنوته والكلام الحلو بيدوبني. ماشي يا جمالات، وانا اسمي سباعي. سبع، والله سبع. انت كنت رايحه فين؟ نسيت اصلك كهربتني، نسيتني. وانا كمان نسيت انا كنت رايح فين. اخ افتكرت. كنت رايح اجيب لمبه غير اللي اتحرقت. لو انت كهربائي عشان كده كهربتني. كهربائي؟ انا استقضاء وانا بشتغل مع كاريوكا. يا لهوي، دي ست عايزه تغير هدومها وما رحتلهاش. ده ايه اصله ده؟ ايه البت الملسوعه دي؟ وايه كهربائي دي؟ وقلت له ايه يا توح؟ قلت له قلقانه، وانا دخلت تجارب كتيره قوي وفشلت، وانت راجل متجوز وانا مش عايزه مشاكل. لا مش متجوز اي حد، دي امينه البارودي، يعني المشاكل جايه جايه. ما هو انا كمان سبته ومشيت، ما قدرتش اواجهه، ما قدرتش ابص في عينيه، حسيت انه متضايق قوي، وانا من ساعتها مش عارفه ايه اللي حصل لي. قصدك ايه يا كاريوكا؟ مش عارفه، جايز حسيت بخوف، قلق، حيره، لهفه. اللي باين في عينيك يا توحه انك ملهوفه عليه بس خايفه منه. ما هو كمان راجل ما يترفضش. ده انا ما صدقت لقيتك يا بت. بس اهم حاجه بقى انك تحافظ عليا وتكلبش فيا جامد لحسن انها ما تضيع من ايدك يا سباعي. قصدك السندوتش؟ سندوتش ايه يا جعان انت؟ انا بتكلم عليا انا، ولا انا برضو مش نعمه المفروض تحافظ عليها يا سباعي؟ طب عليا النعمه، انت نعمه ونص. طب ده لو لقيتك مرميه على الطريق انا افضلك من التراب وابوسك. تبوسني؟ واسمع عليكي وارميكي على جنب. رموك في نورة يا بعيد. لا يا اخويا، انت شايفني حتة عيش ناشفة ولا ايه؟ الله بهزر يا بيت. طب ده انا جبتك من اول خطة، حسيت ان كتفي لزق في كتفي، كنت عايز الف الناحية التانية واخبطك بالكتف التاني. اخبطني يا اخويا زي ما انت عايز، بس اهم حاجة ما تبقاش فنجرة بقى على الفاضي يا سباعي. يا سباعي انا نفسي تبقى سبعي بجد والنبي. ان شاء الله ابقى سبعك. مفيش كفتة؟ ازيك؟ احسن من امك. الله ليه كده بس يا تحيه؟ عشان مش سايباني في حالي يا اختي، عماله تتكلمي عليا وتجيبي في سيرتي. توح انا ما جبتش سيرتي. جبتي في سيرتي وغلطتي وغلطك وسامي. ايه يا بنت؟ ايه؟ مش طيباني ليه يا سامي؟ مين قال كده بس؟ اسمعي انا بحذرك، المره دي هفوتها لك، لكن المره الجايه الله اعلم ممكن اعمل معاكي ايه.
توحى انا مش قدك، وعشان انتي مش قدي يبقى تلمي نفسك، ولا تجيبي سيرتي بالطيب ولا بالراضي، فاهمه؟ توحى انك عملتي فيها كده. وحياتي كانت واقفه قدامي ما كانتش قادره تقول بم، كانت عامله زي القطه. عشان تتلم وتبطل كلام، بدل ما هي فاكره نفسها حاجه اليومين دول. اركبي اركبي اما وصلت في سكتي. قطعه ساميه وقطعه سيرتها. اعملي حسابك بقى ان انا عازماكي على 10 النهارده. الله، ايه دور الكرم ده يا اختي اللي بقيتي في امه؟ ما هو انت اللي هتحاسبي. بنت الايه؟ يهوديه صح؟ يوه، انا مش يهوديه، انا مسيحيه كاثوليكيه، والناس بتفتكر ان انا يهوديه من اسمي. ما تزعليش قوي كده يا اختي، عيسى نبي، موسى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. بحكم معرفتي بسعادتك اعتقد ان حضرتك خمنت سبب زيارتي ليك. بخصوص تحيه، انا عارف ان حضرتك اقرب الناس ليها. حضرتك ممكن تقول انها زي بنتي بالظبط. ما هو عشان كده انا جيت لسعادتك عشان تطمنها من ناحيتي. افهم من كده انك واخد الموضوع جد؟ جد الجد يا فندم. شوف يا استاذ احمد، تجارب تحيه الفاشله مخليها خايفه من التجربه اللي جايه. البنت على فكره طيبه جدا، بس للاسف ما عندهاش بخت. البنت دي كل احلامها انها تلاقي الاستقرار مع راجل يحبها ويصونها. وانا اوعدك يا سليمان بيه ان انا هكون الراجل ده. طبعا ده شيء يسعدني ويشرفني، بس لازم نرجع لتحيه في الاول. انا اوعدك ان هفتح معاها الموضوع ده، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. هو انت فعلا حاسه انك عايزاه؟ يعني حاسه كده انك نفسك تشوفيه تاني ونفسك يديكي كتف تاني؟ انت بتخرفي بتقولي ايه يا بت؟ احمد سالم يديني كتف؟ يوه، كتف بقى ولا رمش مش مهم، المهم الكهرباء. الكهرباء. يخيبك يا جمالات. انت عارفه انا حاسه ان الراجل ده غير كل الرجاله اللي شفتهم وعرفتهم في حياتي. تقيل وراسي، بيعرض حب بمنتهى عزة النفس والكرامة. عينيه عينيه فيهم غموض غريب، مش عارفة واخدني على فين، بس مش سهل. حاسة ان عينيه زايغة. عينيه زايغة. انت مستنية حد؟ لا، قومي افتحي قومي. ايوه انا جايه. هوي مساء الخير استاذ احمد سالم. تحيه موجوده؟ ايوه طبعا موجوده، اتفضل. اهلا. ازيك يا تحيه؟ اهلا وسهلا يا احمد بيه. بيتك حلوه قوي. ميرسي. انا طلقت امينه يا تحيه. ايه مالك مخنوق كده ليه؟ حاسس ان ماليش في موضوع التمثيل ده يا زك. ليه يا رشدي؟ في ناس شايفين ان انت مشروع ممثل كويس. احنا نضحك على بعض يا زك. انا حاسس ان انا ممثل فاشل. محدش بيتولد نجم، والشغل اللي انت عملته لحد دلوقتي يا دوب بدايات، واكيد في فرصه. انا زهقت يا زك، زهقت. مش من اولها كده يا رودي، وما تنساش ان المشوار طويل والنجوميه طريقها مش سهل. نجومية؟ نجومية مرة واحدة؟ بكرة تشوف، هتبقى نجم يا رودي، بس المهم ساعتها ما تنساناش. كده برضو يا سباحي حد ينسى حبايبه؟ أنا قلت خلاص مش هشوفك تاني. من يوم ما تحية اتجوزت أستاذ أحمد سالم، الدنيا متلخبطة آخر لخبطة. هما لسه ما رجعوش من فلسطين؟ لسه. طب بقول لك إيه؟ خدي الوردة دي. وردة؟ عشان أنا؟ الله، ملهاش ريحه يا زباله. واخدها من بوكيه ورد كان في مكتب جوه. وانا اللي فاكراك يا اخويا شاريها لي مخصوص. واشتري ورد بتاع ايه؟ هو انا لا اجيب سندوتش؟ امال هنتجوز ازاي يا زباله؟ يا بنت، هو احنا لاقيين ناكل لما نتجوز؟ هو انت مش شايفه حال البلد متنايل ازاي؟
يا بنتي مش حاسه باللي بيحصل حواليكي؟ وانت يا اخويا بروح اهلك فجاه كده بقيت سياسي؟ يا زميلي انا عايزه اتجوز جنازه تلمك. طب هاتي بقى. الله، ما كنتش متصوره ابدا ان فلسطين حلوه وساحره قوي كده. الطبيعه رائعه هنا فعلا، بس احلى كمان في الصيف. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، حاسه ان كل مدى غلاوتها بتزيد في قلبي. تصور اول بلد احبها وعشقها بعد مصر. مصر وحشتك يا توحه؟ وحشتني قوي قوي. ان شاء الله هنرجع قريب قوي. على فكره انا هغيب عنك الليله دي ساعتين بس. ليه؟ في حاجه؟ ناس حابي عايزيني بشغل. طيب خلاص نقابلهم سوا. لا لا مينفعش، هما بيعتبروا الشغل اسرار يا روحي، على الاقل في البدايه يعني. خلاص خليك على راحتك يا روحي، بس اوعى تغيب عليا عشان انت بتوحشني قوي. وانت كمان بتوحشني. هو النهارده ساعتين وبكره ساعتين. وبكره كمان؟ اخر مره، مش تحصل تاني يا روحي. انا بحبك قوي يا توحه. وانا كمان بحبك قوي يا احمد.